محافظو صلاح الدين يتابعوا الإجراءات الأمنية واللوجستية لمنع تزوير الانتخابات، ويشددوا على رفض أي مساومة سياسية لسلب إرادة المواطنين. استطلاع للرأي يؤكد حصول رئيس تحالف تقدم في صلاح الدين المركز الأول في الانتخابات، وإجماع شعبي على مبايعته لمواصلة الإعمار والإصلاح. عملية أمنية استباقية في جنوب صلاح الدين لضمان أمن زوار الأربعينية، وشكاوى في تكريت من فوضى تعبئة الوقود بالمحطات. وجريمة بابل تطيح بضباط وتفجر قضية التعذيب في المعتقلات، ومطالبة الكاظم برجال ترفع السرية عن انتزاع الاعترافات بالقوة.